أهلا بكم أعزائي المشاهدين في الوحدة الخامسة، الحلقة الثانية من كورس متميز في تعليم اللغة الإنجليزية. النهاردة ناخد مع بعض يونيت 5 إبيسود 2. يلا بينا هنبدأ الحلقة بتاعتنا بالبرونونسيشن. قلنا البرونونسيشن يعني قواعد النطق، يعني ازاي ننطق الكلمات، وخدنا جزء من البرونونسيشن اسمه الفاولز أو الحروف المتحركة. خدنا مع بعض حرف الـ A، النهاردة بناخد حرف الـ I، والـ I خدناها في الفيديو اللي فات إنها بتتقري كسرة، لكن النهاردة ناخد الـ I تتنطق ي، يعني تتنطق زي الـ I في الألفابيتك. لما أقول A B C D E F G H I أنا بقول حرف الـ I، ما بقولوش كسرة، أنا بقوله I. فالكلمات النهاردة هنلاقي الـ I ورا وراها E، الـ I ورا وراها E. فلما الـ I ورا وراها E الإي الأخيرة سايلنت ما تتنطقش، لكن الكلمة ما تقالش بيك، ما انطقهاش كسرة كده غلط. الكلمة بقولها بايك، شوف أول كلمة معانا اسمها بايك، يبقى الأي اتنطقت أي فأنا بقولها بايك، وإيديه بتتنطق أي لأن ورا وراها إي، يبقى الأي لما يبقى ورا وراها إي هتتنطق أي عادية. فبايك يعني دراجة. داين داين اللي هي جاي منها دينر دينر، هنا داين يعني يتغذى. فاين حسن او ناعم، لما اقول واحد هاو ار يو يقول اي ام فاين، اي ام فاين ثانكس، فاين دي يعني انا كويس، لكن كمان فاين يعني معناها ناعم، ففي مناديل اسمها فاين دي مش معناها كويسه، يعني معناها ان مناديل ناعمه فاين. اوكي بعد كده فاير، فاير يعني نار، برضو الاي ما اتنطقتش كسره، ما قلتهاش فر، اسمها فاير. كلنا عارفين رقم 5 بالانجلش اسمه 5 الاي اتنطقت اي تبقى 5 كده. نشوف مع بعض العمود التاني، هقول بقى بسرعة. هايد يختبئ، هاير يستأجر، كايت طيارة ورق، لاين يعني خط، اقول واحد خليك في اللاين يعني خليك في الخط. لايم بقى بالام معناها جير، نعرف الجير بتاع المباني بتاع زمان اسمه اللايم. اوكي لايك لايك معناها يحب او اعجاب، لما اقول لحد اعمل لايك على الفيديو، لايك بتعمل اعجاب على الفيديو يبقى اسمها لايك، يحب او يعجب لايك. لايف حياة، لايف حياة. ماين ماين ليها كذا معنى، ماين لما واحد يقول لي ايه هوز بين از ات، قلم مين، هوز بين از ات، قلم مين دوت، اقول له اتس ماين، اتس ماين يعني ده بتاعي انا، ماين معناها ملكي بتاعي. لكن كمان ماين معناها لغم، عارفين حقل الالغام ماينز يعني الغام، فماين دي معناها لغم. وكمان ماين كمان ليها معنى تاني بمعنى منجم، ماين معناها منجم، اما مثلا جولدن او جولد ماين يعني منجم ذهب، فيبقى دوت كده ايه منجم. كلنا عارفين نهر النيل اسمه نايل، نايل، ونلاقي مثلا ايه نايل سات، ده حاجات اسمها فيها نايل يعني نهر النيل. ناين اللي هي رقم 9، ناين. بايل يعني كوما، كوما يعني حاجة متكومة، شوية حاجات كده متكومة على بعض فاسمها بايل كوما. كمان عارفين رايس، رايس يعني رز، رايس. رايز بقى بالاس، والاس ما بين حرفين متحركين بتتنطق زد، فيبقى اسمها رايز يعني تشرق، فلما اقول the sun rises يعني الشمس بتشرق، يبقى رايز يعني تشرق. سايت موقع، سايد جانب، سايد معناها جانب. كده نكون خدنا حرف الاي اللي ورا ورائي بينطق اي حقيقية. نقول مع بعض العمود ده افكركم مع بعض، بايك داين فاين فاير فايف. اوكي فهمنا طريقة نطق حرف الاي لما يبقى ورا وراها اي، لكن قلنا من غير ما يكون ورا وراها اي تتنطق كسرة عادية سهلة. خلينا نكمل مع بعض، يلا بينا في بارت 2 من الحلقة بتاعتنا. ناخد النهاردة ال words family أو عائلة الكلمات. هناخد شوية كلمات موجودة في المطبخ، معظمنا نعرفها يعني كلمات سهلة، بس هناخد مجموعة كويسة كده احفظها، احفظيها خليها معاك كده. اتفقنا معانا أجندة ورقة قلم، بنقعد نكتب ونكتب الكلمات ديت ونقعد نحفظ فيها. كويس أوي إن أنا يبقى معايا vocabulary أو حصيلة لغوية كبيرة، أقدر وانا في كل مكان ابقى عارف ايه الحاجات اللي عندي. words family النهارده عن الكيتشن، مطبخ، فعندنا شويه كلمات
اتمنى تقروا ورايا. فورك شوكة، نايف سكينة، الكي سايلنت، كي سايلنت، فبقت الكلمة اسمها نايف. لو انا شلت الكي كأنها مش موجودة، بقت القاعدة اللي احنا لسه واخدينها، الاي ورا وراها اي، فبقت اسمها نايف. اسمها ايه؟ نايف. نايف يعني سكينة. سبون، سبون معلقة. كيتشن، كيتشن مطبخ. دش، كلنا عارفين دش طبق، حتى الطبق بتاع لما حد يكون جايب دش كده للتلفزيون بتاعه بيعمل دش، اللي هو الطبق ده كده اسمه دش. جلاس، جلاس يعني كوباية. مج، مج بتترجم في القاموس بنلاقيها معناها كوز، بس كوز دي كلمة قديمة شوية، فمج اللي هو الكوب الخزف، المج اللي احنا عارفينه العادي اسمه بالانجلش مج. ريفريجيريتور، ريفريجيريتور اللي هي التلاجة، بس دلوقتي بتنطق دلوقتي بتقال فريدج، فريدج يعني تلاجة، أو ريفريجيريتور يعني تلاجة، بس الأشهر دلوقتي كلمة فريدج، فريدج أسهل وأشهر. أوفن، أوفن يعني فرن، أوفن. ستوف، بوتاجاز، ستوف. نكمل بقى الكلمات. عندنا كمان كوكي شيت، كوكي شيت، كوكي شيت، الصينية الصاج اللي أنا بعمل فيها مثلا، لو عامل عايز أعمل فراخ كده، عايز أعمل بطاطس، الصينية الصاج بشاميل مثلا، يبقى اسمها الكوكي شيت، صينية صاج. بول، وعاء أو طاسة أو زبدية، بيسموها زبدية أو الوعاء، طاسة، بول. دروور، دروور درج، لما يبقى في المطبخ عندي الكيتشن نفسه، المطبخ نفسه الخشب بيبقى فيه أدراج، يبقى دروور يعني درج. سينك، سينك بالاس، مش ثينك اللي هي تي اتش معناها يعتقد او يفكر، لكن دي سينك يعني حوض، سينك حوض. تي كاتل، تي كاتل يعني غلاية شاي، تي كاتل. كاتنج بورد، كاتنج بورد لوح التقطيع، لوح التقطيع اللي هي بحط عليها الحاجات واقطعها واجهز للطبخ اسمها كاتنج بورد، كاتنج بورد. طب فراينج بان، فراينج بان يعني مقلة، أو اللي هي اللي بحط فيها بقلي فيها بطاطس، أقلي فيها حاجات، فراينج بان مقلة. لادل، لادل يعني مغرفة، لادل. ديش ووشر، ديش ووشر غسالة صحون. سيزرز، سيزرز معناها مقص. أتمنى الكلمات تكون قلت ورايا، اتعلمتوها، نكتبها ونراجع الفيديو مرة تانية ونتعلم نطق الكلمات. برافو عليكم، خلينا ناخد بارت 3 في الحلقة النهاردة. النهاردة هدي معاكم جزء صغير speaking، speaking يعني ايه؟ speaking تحدث. والنهاردة عايزكم تتكلموا معايا، يعني أنا هقول سؤال وانتوا تجاوبوا، يعني اعتبرني مثلا حد محاور معاك، أو حد النهاردة بامتحنك مثلا، أنت داخل تعمل امتحان لهجرة، امتحان ل تاخد تويفل او تاخد ايلتس او تاخد اي كورس كده، فانا بشوف مستواك، فانا همتحنك فاقول لك هلو، كان يو انتروديوس يور سيلف، كان يو انتروديوس يور سيلف، يعني ممكن تعرف نفسك. يعني ايه كان يو انتروديوس يور سيلف؟ يعني تكلم عن نفسك، حاول. كان يو انتروديوس يور سيلف؟ بديك وقت كده، حاول تعبر عن نفسك، تعبر عن نفسك مثلا لك واتس يور نيم. اتمنى تكونوا بتجاوبوا معايا دلوقتي. What's your name? Don't speak Arabic، ما تتكلمش عربي دلوقتي خالص. What's your name? What do you do for living? What do you do for living? يعني انت بتشتغل ايه عشان تعيش، يعني ايه اللي انت بتعمله عشان تعيش، يعني ايه شغلتك، يعني What do you do for living؟ معناها بسأل على الجوب بتاعتك، الوظيفة، البوزيشن بتاعك، الورك اللي انت بتشتغله، العمل بتاعك. بقول لك what do you do for living، هديك صمت كده دقيقتين. what do you do for living، حاول تتكلم. how old are you، عندك كام سنة؟ how old are you، حاول معايا ان الأسئلة دي حاول تجاوبها بأي طريقة.
نكمل speaking بتاعنا. What do you do in weekend? What do you do in weekend? بتعمل ايه في يوم الاجازة؟ What's your hobby? هوايتك ايه؟ طب do you like traveling abroad؟ تحب تسافر للخارج؟ اخر حاجة هقولها لك، Can you speak about your family? Can you speak about your family? تقدر تتكلم عن العيلة بتاعتك؟ اتمنى الاسئلة ديت نحاول نجاوبها. جاوبها، اتكلم. كل حد شاف الاسئلة او انت بتراجع الحلقة تاني، شوف الاسئلة وحاول تجاوبها. شوف نفسك هتعرف تعبر عن نفسك ولا لا، وهنشوفها في الحلقة الجاية ازاي نجاوبها وازاي نكلمها. لكن اتمنى يبقى في محاولات ان احنا نجاوب الاسئلة ديت كده. ارجع معاكم الصفحة الاولانية تانية تاني. Hello, can you introduce yourself? What's your name? What do you do for living? How old are you? What do you do in weekend? What's your hobby? You like traveling abroad? Can you speak about your family? كده نخش في البارت بعد كده، في بارت 4 اللي هو هناخد النهارده مع بعض جرامر، وهناخد زمن اسمه الباست سيمبل. نفسي نركز. الجرامرز من الحاجات كتير قوي في المدارس بناخدها، بنحس انها صعبه شويه، لكن تعالوا اقول لكم ازاي نبدا مع بعض ناخد الباست سيمبل. باست سيمبل او الماضي البسيط ده زمن، واحنا عندنا ازمنه هقول لكم على 12 زمن، لكن اخدنا قبل كده بريزنت سيمبل، والنهارده ناخد باست سيمبل. الماضي البسيط ده الزمن التاني، في 12 زمن، لكن على الأقل هيبقى عندنا أربع خمس أزمنة هيبقوا اللي هما ماشيين في الكلام الدارج بتاعنا، واللي هيخلوا اللغة بتاعتنا يعني تبقى قوية. فخلينا نبدأ مع بعض جرامر. احنا مش بندي في الكورس ده جرامر بقوة، يعني قوة مثلا مدارس وثانوية عامة وكده، لكن الجرامر اللي هنا هيبقى مفيد جدا في التحدث، وانت بتتكلم باللغة الإنجليزية هيبقى بيفيدك جدا. فعشان أبدأ جرامر، الجرامر او التنسز الازمنه زي الزمن اللي احنا بناخده وقت الباست سيمبل او زمن الماضي البسيط، لازم اعرف ان اي خدنا قبل كده الكلام وانا بحفظه، في كلمات عاديه، في ضماير، في افعال، في صفات. النهارده هنتكلم بالذات قوي، يعني نتكلم قوي عن الافعال. فلما اجي اقول لك احفظ لي فعل بلاي، بلاي يعني يلعب، بلاي يعني ايه؟ برافو، يلعب. بلاي يعني يلعب. الفعل ده لما تيجي تحفظ فعل مش هتحفظه زي اي كلمه، زي صفه او زي اسم او زي ضمير، لا، الفعل بتحفظه بثلاث تصريفات. الفعل اي فعل في الدنيا نحفظ له ثلاث تصريفات. فما تقوليش انت حافظ فعل بلاي مثلا يلعب غير لما تقولي بلاي بلايد بلايد بلاي بلايد بلايد. ولما حد يسالك انت ليه بتحفظ ثلاث تصريفات الفعل، تقول له عشان اعرف الجرامر. يبقى الجرامر بيحتاج مني اعرف تصريفات الافعال، وانا بحفظ اي فعل بلاي يعني يلعب، فهنا بلايد بلايد، يبقى انت تحفظ التلات تصريفات. طب ستاي، ستاي يعني يمكث، ستاي ستايد ستايد، يبقى ما تحفظليش ستاي بس، لكن احفظ التلات تصريفات. فيزيت يزور، فيزيت فيزيتد فيزيتد، يبقى فيزيت فيزيتد فيزيتد. تشينج، تشينج يعني يغير، قلنا السي اتش بنتي كانها كأن في تي قبلها، فالكلمة اسمها change، change يغير، changed changed. لو خدنا بالنا هنلاقي معظم الكلمات بزود اي دي، لكن دي مش يعني دي قاعدة، لكن ليها طبعا ايه حاجات شواذ كده. مثلا فعل go، go يعني يذهب، go go went gone، اختلفوا تماما، ثلاث تصريفات بقوا مختلفين، مفيش لا اي دي ولا الاثنين التاني والتالت شبه بعض. فكده احنا هنحتاج نحفظ الافعال زي ما هي. انا الافعال دي سايبها لكم عشان تحفظوها. ف go went gone. طيب الفعل write، write يعني يكتب، وقلنا write هنا ال w دي silent، فالكلمة اسمها write، write wrote written again، write wrote written، write wrote written. لما اقول لك احفظ لي الفعل اللي معناه يكتب،
تقول لي رايت ترو تريتن، الثلاث صفات. طب الفعل الاخير هنا باي يعني يشتري، باي بوت بوت، باي بوت بوت. يبقى دول ثلاث تصريفات الافعال. اذا لما نيجي نحفظ افعال هنكتب ثلاث تصريفات لكل فعل، وممكن نكتب الترجمه جنب الفعل. فبلاي معناها يلعب، ستاي يمكث، فيزيت يزور، تشينج يغير، جو يذهب، رايت يكتب، باي يشتري. بس تحفظ الثلاث تصريفات ليه بقى؟ لما اجي اقول لك النهارده هناخد باست سيمبل او الماضي البسيط، فاول حاجه هقولها لك في الماضي البسيط، الماضي البسيط لما تكون جمله في الماضي البسيط، طبعا في الماضي جمله يعني حصلت، حاجه حصلت، فهتقوم واخد لي هقول لك خد لي التصريف الثاني للفعل، التصريف الثاني في الفعل. فما تقولش اي بلاي فوتبول وتقول لي انا بتكلم في الماضي، اي بلاي فوتبول معناها انا بلعب كوره، لكن لما اجي اتكلم في الماضي اقول ايه؟ اي بلايد فوتبول، اي بلايد فوتبول يعني انا لعبت كوره. يبقى التصريف الثاني كله معناه ايه؟ ماضي بسيط. اجين اقولها تاني، التصريف الثاني لما نحفظ اي فعل في الدنيا، فانت وحافظ التصريف الثاني حط في بالك ان التصريف الثاني هو الماضي البسيط، هو الباست سيمبل اللي احنا بناخده النهارده. فبلايد معناها لعب، اي بلايد فوتبول انا لعبت كوره، اي بلايد تنس انا لعبت تنس، اي بلايد ميوزك لان بلايد كمان معناها عزف يعزف، فهنا بلايد اي بلايد ميوزك انا عزفت موسيقى. ستاي يعني يمكث، اي ستايد تو دايز انا مكثت يومين، قعدت يومين. فيزيتد انا باخد وقتي لا الاول ولا الثالث، انا باخد الثاني. طب حد هيقول طب ما الثاني هو الثالث، لا مش في كل الاحوال، في كلمات الثاني مختلف عن الثالث، فعشان كده احنا بناخد التصريف الثاني للفعل. visited I visited my uncle أنا زرت عمي. I visited my friends أنا زرت أصدقائي. changed I changed my car أنا غيرت سيارتي. went I went to school I went to school أنا ذهبت إلى المدرسة. wrote I wrote the letter أنا كتبت الخطاب. I wrote the letter أنا كتبت الخطاب. يبقى كده واخد التصريف التاني في الفعل. بوت اشترى، اقول كده I bought a new car انا اشتريت سيارة جديدة. I bought a house انا اشتريت منزل. يبقى كده لما اجي اتكلم في زمن past simple اول حاجة لازم اعرفها ان انا باخد التصريف التاني للفعل. نكمل مع بعض كده. الزمن الماضي يأخذ التصريف الثاني من الفعل، فهمناها؟ طب يعبر عن حدث اكتمل في الماضي في فترة زمنية محددة، يعني ايه؟ يعني اقول yesterday امبارح انا I played football انا لعبت كورة، يبقى انا لعبت كورة ده ماضي، امتى؟ امبارح، يبقى انا حددت فترة محددة لعبت فيها كورة، ده زمن ماضي بسيط. او عادة في الماضي، يعني نقول مثلا زمان الناس كانت بتستخدم الكاريتا، يبقى in the past في الماضي they used the carriage they used the carriage. يعني ايه used the carriage؟ كانوا بيستخدموا، مش بس استخدموا الكاريتش اللي هي الكاريتا او العربيه اللي حصانين ديت، لا ده they used the carriage، هم كانوا بيستخدموا، كان من عادتهم في الماضي ان هم يستخدموا الكاريتش. يبقى كده الزمن الماضي البسيط لما الاقيه في اي جمله اعرف ان هي حاجه حدث اكتمل في الماضي او كانت عاده موجوده في الماضي. طب في كلمات داله على الزمن، يعني ايه كلمات داله على الزمن؟ يعني لما اشوف الكلمه ديت اعرف ان هو بيتكلم على الماضي، يعني مثلا ما اقولش tomorrow اللي هي غدا وبعد كده الجمله اقوم حاططها في الماضي، يعني ينفع غدا انا لعبت كوره؟ ما ينفعش. ففي كلمات لما اشوفها اعرف ان دي الكلمات دي معناها ان انا هتكلم في الماضي. مثلا كلمه last، last معناها الماضي او الماضيه مذكر او مؤنث، فلما اقول last night، last night يعني الليلة الماضية، يعني امبارح بالليل، last night يعني الليلة الماضية. أو ممكن أقول last week، أنا حاطط ما بين قوسين كلمات كتير بتيجي مع last، في أكتر من كده بكتير طبعا. last week يعني الأسبوع الماضي، فلما أقول الأسبوع الماضي وهتكلم يبقى كده أنا بتكلم فين؟ في الماضي طبعا، يعني مع احترامنا للفنان الكبير عمرو دياب، لكن هنتكلم في الماضي برضه، يعني مش ما بلاش نتكلم في الماضي دي نخليها على جنب كده، فاحنا نتكلم شويه في الماضي. فلاست نايت معناها الليله الماضيه، لاست ويك معناها الاسبوع الماضي،
last month last اهي month معناها الشهر الماضي. طب last year السنة الماضية أو العام الماضي. يبقى كده كلمة last معناها الماضي. فلما أقول last night last week last month last year last summer يعني الصيف الماضي last winter يعني الشتاء الماضي last holiday أو last holidays يعني الأجازة الماضية. يعني لما أقول last وأتكلم أي فترة زمنية يبقى أنا أقصد إيه الماضية. أكيد لما الكلمة دي تيجي هعرف إن أنا هتكلم بأزمنة الماضي، يعني كل الكلمات أو الأفعال اللي هجيبها في الماضي. طب في كلمة تانية مشهورة yesterday. yesterday يعني امبارح. yesterday yesterday الار بتتنطق خفيفة أوي. yesterday yesterday يعني أمس. ago منذ. ago يعني منذ. لما أقول إيه 2 years ago يعني منذ عامين. لما أقول 3 weeks ago منذ 3 أسابيع. أقول 2 nights ago منذ ليلتين. يبقى كلمة ago معناها منذ. برضه لما اشوف الكلمة دي اعرف ان انا هتكلم في الماضي. وكلمة in the past. in the past يعني في الماضي. in the past في الماضي. دي كلمات تدل على الزمن يعني لما اشوفها. طبعا ممكن الجملة تيجي من غير الكلمات دي عادي. حد بيتكلم على الماضي ومش عايز يقول امبارح، يقول انا لعبت وكلت وذهبت ورحت وجيت. لكن معظم الكلمات دي لما اشوفها هعرف على طول ان انا في زمن الماضي البسيط. yesterday الجملة الأولى. yesterday I played tennis. again yesterday I played tennis. بالأمس أنا لعبت تنس. طبعا بالأمس دي معناها امبارح يعني. أنا I يعني أنا ده ضمير I. played played يعني لعبت تنس. أي حد أقول له الجملة دي امبارح أنا لعبت تنس فهم إنها في الماضي. امبارح يعني ده ماضي. أنا ده الفاعل أنا لعبت تنس. والفعل played لما جيت أكون الجملة أنا حافظ أفعال، والأفعال لكل فعل 3 تصريفات. رحت على الفعل اللي اسمه play، خدت التصريف التاني اللي اسمه played وكتبت الجملة بتاعتي yesterday I played tennis. لو أنا حافظ الأفعال كلها أو حافظ أفعال كتير أطلع منها التصريف التاني وأقول إمتى حصل دوت. يبقى أنا كده بعرف أتكلم بزمن ال past simple class أوي. I traveled to America. الجملة التانية I traveled to America 2 years ago. again I traveled to America 2 years ago. أنا سافرت إلى أمريكا منذ عامين. من عامين 2 years ago معناها من سنتين. منذ عامين أو من عامين. يبقى I traveled to America 2 years ago. أنا سافرت أمريكا من سنتين. طبعا بكلم عن الماضي. لما جيت أخد فعل travel اللي هو يسافر خدت منه التصريف التاني. يعني الفعل تصريفاته travel traveled traveled. أنا خدت التصريف التاني اللي هو traveled. اوكي الجملة الثالثة. last summer الصيف الماضي. last summer we sold our car. عيلة كده كان عندهم عربية لكن كده الصيف اللي فات احنا بعنا العربية بتاعتنا. يبقى last summer we sold. sold هنا ده الفعل الماضي معناه باع. طب الفعل ده ليه 3 تصريفات. اولهم sell. sell sold sold. ايه ده يعني الفعل مختلف اهو. سيل سولد سولد دول 3 تصريفاته. انا ما خدت السيل الاولانيه وحتى ما خدت السولد الثالثه، لا انا خدت في النص سولد. وحتى لو الثانيه شبه الثالثه لكن احنا بناخد الثانيه لان مش كل الاحوال هيبقوا متشابهين. يبقى خدنا التصريف الثاني بتاع الفعل يبيع اللي معناه باع والضمير وي يعني نحن. يبقى احنا بعنا اور كار. يبقى لاست سمر وي سولد اور كار. الصيف الماضي احنا بعنا سيارتنا. نكمل مع بعض. الجملة اللي بعد كده she studied English in the school. هنا ما قلتش امتى لكن قلت ان هي درست، معناها ان في الماضي هي درست لغة انجليزية او درست الانجليزي. يبقى she studied English in the school. again she studied. studied اللي هو الفعل يدرس. study studied studied. انا ما اقف عند فعل تلاقيني على طول ايه يعني كان نفسي كده لما احط الماوس هنا يقوم جايب لي 3 تصريفات لكن يعني ان شاء الله تقنيه نعملها بعد كده. فلما احط الماوس على الفعل المفروض اتذكر بقى في ذهني ان الفعل ده ليه 3 تصريفات اللي هما study studied studied. انا خدت ان تصريف تصريف التاني للفعل عشان استخدمه في زمن ايه الماضي البسيط اللي هو past simple. she studied English in the school. هي اتعلمت او درست الانجليزيه في المدرسه. طب
هي يعني هو، هي بوت، ناخد بالنا بوت يعني اشترى، وجي اتش على بعضها سايلنت. هي بوت a computer last week. هي بوت a computer last week يعني هو اشترى جهاز كمبيوتر الاسبوع الماضي. last week يعني الاسبوع الماضي، فطبعا last week معناها الاسبوع الماضي، يبقى ده حدث في الماضي. بوت لو وقفت بالماوس هنا، بالماوس هنا الاقي باي بوت بوت، باي بوت بوت اجين، باي بوت بوت، باي يعني يشتري، بوت اشترى، بوت تصريف ثالث. يبقى كده ثلاث تصريفات للفعل، باي بوت بوت، انا خدت التصريف الثاني استخدمه في زمن الماضي البسيط بمعنى اشترى، هو اشترى الكمبيوتر يعني جهاز كمبيوتر last week الاسبوع الماضي. الجملة اللي بعدها last night يعني الليلة الماضية، امبارح بالليل يعني، last night يعني امبارح بالليل، الليلة الماضية. he phoned his friend، he هو phoned his friend يعني كلم صديقه في التليفون، phoned اللي هو الفيرب التصريف الثالث، التصريف الثاني. الفعل لو انا حاطط الماوس كده يظهر لي phone phoned phoned again، phone phoned phoned. last night he phoned his friend، last night he phoned his friend. الليلة الماضية هو اتصل بصديقه بالتليفون او كلم صديقه تليفونيا، he phoned his friend، he phoned his friend. ادي ماضي بسيط تصريف تاني الفعل، اتصل بصديقه بالتليفون. طيب they، الجملة اللي بعدها they painted the room، they يعني هما painted الفعل paint painted painted يعني يدهن، اللي هو حد بيدهن الحجرة بتاعته بنقاشة او كده عفوا، they painted the room يعني هما دهنوا الحجرة بتاعتهم. امتى؟ last winter الشتاء اللي فات، والدنيا كده شتاء، ابتدوا يدهنوا الأوضة الجوانية، ف they painted the room هما دهنوا الحجرة. امتى؟ الشتاء الماضي طبعا، last winter الشتاء الماضي، يبقى الكلام هيبقى في الماضي. قام جايب الفيرب في التصريف التاني للفعل painted، لأن الفعل painted هو paint painted painted بمعنى يدهن أو يبيض يعني. آخر جملة معانا James visited London 2 months ago. كلمة months فيها تي اتش فيها اس، فما نقولهاش months كده، لا خلينا نقولها months، نركز شوية على الاس الأخيرة months كده. يبقى James visited London 2 months ago. James يعني زار لندن، visited London 2 months ago يعني منذ شهرين. طبعا قلنا ago بتدل على زمن الماضي البسيط لما الاقيها يعني منذ شهرين، ونقول هنا James visited، visited دي visit visited visited، تصريفاتها التلاتة visit visited visited بمعنى يزور زار، والتصريف التالت يبقى James visited London 2 months ago. كده احنا نكون خلصنا اول جزء في الباست سيمبل. ان شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله هنكون بندي النفي بتاع الباست سيمبل والسؤال ازاي يكونه في زمن الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط. بكده لو خدنا السؤال والنفي يبقى احنا خلصنا زمن اسمه الماضي البسيط. كده هتستنونا في الحلقة الجاية ان شاء الله، هتكون حلقة منوعة يكون فيها كل البارتس بتاعت اللغة، كل اجزاء اللغة اللي احنا بناخدها، لكن هيبقى من ضمنها جرامر، وجوه الجرامر هيكون عندي باقي زمن الباست سيمبل او باقي زمن الماضي البسيط. كده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، الى اللقاء في الحلقه الثالثه من الوحده الخامسه من الكورس المتميز في تعليم اللغه الانجليزيه. مهندس عادل رومان.